السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل رقاق. اللي لسه بيشوفنا أول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس. إن شاء الله هنعمل الرقاق من أول العجينة لغاية ما يبقى صينية معانا. هجيب 0.5 كيلو دقيق ورشة ملح وكوباية مية، ممكن استخدمها كلها وممكن أزود عليها أو أقل، ده حسب نوع الدقيق. فأنا إن شاء الله هبتدي أعجن، هقلب الملح مع الدقيق وانزل بالمية شوية شوية، وابتدي اعجن فيها كويس جدا. ما ينفعش انزل بالمية مرة واحدة عشان لو طلعت زيادة هضطر ازود الدقيق وهتبقى حاجة مش كويسة، انما انا عشان ابقى ظابطة معايا العجينة بديها المية شوية شوية، مية عادية مش محتاجين مية دافية لان ما فيهاش خميرة. من اسهل العجاين اللي ممكن تتعمل عجينة الرقاق، بتبقى طرية جدا معايا. اهم حاجة تعجنيها كتير، يعني كل ما تعجنيها كل ما تديكي نتيجة افضل. هي خدت كوباية وربع مية. بعد كده هبتدي انزلها على الرخامة واشتغل فيها من 10 دقايق لربع ساعة، هتديني نتيجة كويسة ان شاء الله. دي كمية بسيطة، 0.5 كيلو، مش كتير. هي بتلزق معايا قوي كده بس انا مش هزود دي ولا اي حاجة. هي اما تتعجن كويس اهي بتسيب بقى، بتسيب ايديكي خالص بمجرد ما تتعجن كويس. اهي بصي بقت جميلة جدا وناعمة، وكل ما تعجني فيها تديكي نتيجة افضل وافضل. بعد كده بقى احطها في الطبق واغطيها عشان ما تعملش قشرة، ودي حاجة مش كويسة. وبعد ربع ساعة تقريبا ببتدي اشتغل فيها بقى، وهبتدي اقطعها كور صغيرة كده قد البيضة تقريبا، ده حسب الحجم اللي انت عايز تعملي بيه الرقاق نفسه. انا بحاول اعمله صغير عشان يبقى على قد الصينية بتاعتي، ما اضطرش اني اكسره. ببتدي اعمله كور صغيره قد البيضه، وببتدي ايه اغلفها كده بالدقيق عشان انا مش عايزاها تعمل قشره، لو فضلت في الهوا هتعمل معاكي قشره هتضايقك. بحاول اعملهم كلهم قد بعض بقدر الامكان، اهي زي البيضه اهي صغيره خالص. وبعد كده بغطيهم برضو، يفضل بحاجه بلاستيك، يعني كيس بلاستيك او الاسترتش البلاستيك ده علشان ما تعملش القشر. بسيبها من ربع ساعة لنص ساعة ترتاح. الموضوع ده مهم جدا انها العجينة ترتاح معاكي علشان اما تيجي تفرديها ما تتقطعش، وما تبقى هتبقى وهتتعبك جامد. وبعد كده ابتدي احط شوية دقيق حلوين كده كتير برضو عشان ما تتقطعش منك وانتي شغالة، احنا عايزين الرقاقة سليمة كده وجميلة. انت بقى وشطارتك في الفرد ده، كل ما ترقيها كل ما تديكي نتيجة اجمل. ودايما بنفرد من النص لبره، وتحاولي طبعا تخلي الحروف بقدر الامكان رفيعة لان هي دايما اكتر حاجة بتبقى سميكة، فدي حاجة مش ظريفة. يعني هتفضلي ترقي فيها بقى كده لغاية ما توصل للسمك اللي نفسك فيه، وراعي ابدا ان هي دي يبقى مغطيها كويس علشان ما تتقطعش. اما بنخلصها بقى بنبتدي نشيل من عليها ايه الدقيق الزياده قبل التسويه. هي ما بياخدش وقت خالص، انا بكون في الوقت ده مجهزه صينيه على النار وبحاول اوطي النار علشان ما يتحرقش مني. هي الصينيه بتبقى سخنه عشان تسويه على طول. بصي كل ما تفرجي تدي معاكي ازاي، ما شاء الله طلعت جميل شايفاه خفيفة ازاي ورقيقة. طبعا قلت لك الحجم اللي ايه اللي يناسبك، انت ممكن تعملي اكبر من كده وممكن تعملي اصغر. بصي بقى كده ما بشيل من عليها الدقيق زيادة، وجميلة جدا. بعد كده بقى الصينية سخنة حطها على النار وافرد بقى. اول حاجة هتحصل ايه، ان الطبقة دي اللي تحت دي هتتشمع معايا. اهي بحاول افردها عشان كلها تبقى ايه على الصينية، تقوم ايه تتشمع معايا وتدخل في السوا. اما بتبتدي تدخل في السوا وبتدي اقلبها
ويراعى ان النار تبقى خفيفة ودرجة الحرارة قليلة علشان ما تتحرقش منك. هي اول ما بتبتدي تاخد لون نقط كده بسيطة كده حمراء تبتدي تقلبيها وتشيليها. بصي عاملة فقاقيع هوا جواها اهيت، ده دليل ان هي عجينة ناجحة وفرد كويس. اهي ابتدت تاخد النقط الحمراء دي اللي فيها دي كده، ابتدت خلاص كده بتستوي. طبعا هي ده اخر السوا بتاعي انا علشان ما يزيدش، لو ما بتزيد بتبتدي اللون الاحمر ده بقى اسود، ويعني كده دخلت في انها بتتحرق. طيب مع مراعاة بقى ان كل واحدة والتانية تنضفي الصينية من الايه، من الدقيق، لان دي اللي هيفضل هيصفر الايه الرقاق اللي بعديه وهتديكي نتيجة مش حلوة، فلازم تنضفي الصينية بين واحدة والتانية. بعد كده بقى هبتدي اجيب بصلاية متوسطة واحطها على النار واحط معاها التوابل. حطيت كم فلفل وتوم باودر ورشة قرفة والبهارات مع البصلة، وابتدي اقلب فيها كده، ريحة التوابل تطلع مع معلقة السمنة مع البصلة، حاجة جميلة جدا. هقلبها كويس لغاية ما تبتدي تاخد لون معايا، بس مش يعني مش لون، هي تبقى البصلة شفافة شوية لان انا مش عايزاها تاخد لون. طبعا ممكن تحطي جوز الطيب، انا ما حطيتش، بس رشه القرفه كويسه والبهارات، وما حطيتش الملح. الملح احطه في الاخر خالص، اللحمه لما باجي اسويها بحطها في الاخر الملح، تاخد لها تقليبه كويسه كده مش هنحط اي سوائل، هي هتستوي في السمنه الموجوده مع البصله لغاية ما تحس ان هي مفيش اي سوائل تحت، سواء نزلت بقى من اللحمة او نزلت من البصل، بس هي اصلا اللحمة ما نزلتش عشان كانت الحلة سخنة قوي وخدت صدمة على طول. اهي شايفة كده استوت خلاص معايا، يبقى كده انا عصقت اللحمة وجهزت الرقاق. الرقاق ده طري، طب لو انا عايزاه ناشف هسيبه بقى يتهوى حوالي ساعتين، هتبص تلاقيه ناشف معاكي وبقى تمام التمام. لكن انا عملته واشتغلت فيه على طول، عملت الكميه كلها. معايا بقى الشوربه بتاعتي وسمنه مدوبه سمنه، وابتدي اعمل واحده واحده هسقيها بالشوربه. طبعا هو لسه طري اهو عشان انا لسه عاملاه طازه يعني، والشوربه دي بتكون سخنه جدا بتغلي يعني، واشتغل بيها واحطها في الصينيه مدهونه سمنه برضو، وابتدي اعمل واحده واحده اسقيها شوربه من الناحيتين، وشوربه فيها كل التوابل طبعا، الملح بتاعها والحبهان واللوري والبهارات. طبعا انا نسيش طبعا احط بين كل واحده وواحده سمنه، السمنه دي دايبه طبعا، الكميه بترجع لك حسب انت عايزاها دسمه لدرجه ايه. تبتدي بقى تدهني السمنه بين كل طبقه والتانيه، خلي بالك ان انت لما تعملي الرقاق عدد الطبقات تحت تبقى عدد قد عدد الطبقات فوق اللحمة، يعني هتبتدي 4 تحت 4 فوق 5 تحت 5 فوق كده يعني، وتدهني بين كل واحدة واحدة السمنة، وممكن زبدة برضو. بس خلي بالك من حاجة، ان انت اللي بتتحكمي في انها دسمة ولا خفيفة بكمية السمنة بتاعتك. وزي ما بقولك برضو عدد الطبقات بيكون واحد عشان المنظر والطعم يبقى جميل، الخرطة تطلع جميلة جدا. بس طبعا انت لو عايزة زي ما بقولك الرقاق ناشف بتسيبيه يتهوى حوالي ساعتين يطلع رقاق ناشف. بعد كده هنزل بقى باللحمة بالجوس اللي فيها جميلة جدا، وكل اللي فيها دي سمنة. جميلة جدا، اللحمة بقى متحاولي ما تخليهاش تيجي على الحروف ابدا عشان ما تتحرقش منك، وعشان نقفل الصينية كويس من الجناب يبقى الرقاق نزل من الجناب كده عليها كويس. بعمل بقى الايه اللي فوق اللحمة بقية الطبقات، بسقيها برضو شوربة من ناحيتين، وادهن سمنة بين كل طبقة وطبقة. بس جميل جدا الرقاق، وخفيف وطري
مخدوم بقى. بعد كده اما اخلص الكمية كلها احاول اقفل الجناب على بعضها كويس، بحيث ان ما يبقاش فيه لحمة طالعة خالص، اهي مقفولة اهي من الجناب. ابتدي بقى اقطعها زي ما انت عايزة طبعا، بالشكل اللي انت عايزاه وبحجم القطعة اللي انت عايزاه. انا ما دهنتش الطبقة الخارجية دي سمنة دلوقتي، لسه هدهنها في الاخر بعد التقطيع عشان السمنة ما تطلعش في ايدي وانا بقطع. امسكي العجينة الرقاق كويس وانتي بتقطعي عشان ما يزدحلقش معاكي. صينية طلعت جميلة جدا، تقطعيها بقى زي ما بقولك الحجم اللي انت عايزاه والشكل اللي انت عايزاه. كمان الرقاق بمنتهى البساطة، محتاجش مننا وقت ولا مجهود، احنا كل اللي عملناه 0.5 كيلو دقيق، حاجة في منتهى الجمال كده. انا قطعته كله بقى، هبتدي ادهن ادهنها كلها الصينية قطعة قطعة اهي. ده بيسهل عليكي في وقت التقديم، تقطعيها بمنتهى السهولة. ادهنها سمنة زي ما بقولك الكمية اللي انت عايزاها، زودتي هتبقى دسمة، خففتي هتبقى جميلة وخفيفة معاكي. بعد كده بقى هنزل بمغرفتين شوربة، وقلنا الشوربة فيها كل التوابل بتاعتها والملح وكل حاجة، انزل كده بيها حاجه في منتهى الجمال. هبتدي ايه احاول ادخل الشوربه في بين الرقاق كويس. بعد كده هكون مشغله الفرن على درجه حراره 180، هتاخد من نص ساعه لساعه الا ربع، وتطلع معانا بالمنظر الجميل ده، حاجه في منتهى الجمال. وشربت بقى من بعضيها، الفرن بيساوي كويس جدا، بيخلي الرقاق مع السمنه كده يشرب من بعضه واللحمه، حاجه في منتهى الجمال. بعد كده بقى هي لسه سخنة طالعة من الفرن، هبتدي احط عليها مغرفتين شوربة، ممكن اقل، ممكن مغرفة واحدة، ممكن مغرفة ونص، المهم عندي ما يبقاش طري قوي يعني. المهم يعني انا بصراحة حطيت واحد مغرفة ونص عشان انا مش عايزاه طري قوي، انا عايزاه حلو. واتمنى تجربوه ويعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، وشكرا ليكم. واللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها ويفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.